مساء الخير عليكم يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو كده على السريع، كان بعض الناس كانت حابه تشوف شكل الموتور الدايركت درايف او الدفع المباشر في غسالات ال جي الفوق اوتوماتيك. فده شكل الموتور اهو، ده الجزء الخاص بالموتور، مفيش اي سير ولا اي حاجه، والحله بتبقى فوقيه على طول، فبتدي طبعا اهتزاز اقل وصوت هادي جدا للغساله. نيجي مع بعض نشوف الموتور الشكل العادي، وده شكل الموتور الغسالة العادي برضو في غسالات ال جي. فهلاقي هنا زي ما انا شايف السير اهو اللي بيحرك الحلة الداخلية للغسالة. فده كده الفرق واضح جدا ما بين موتور الغسالة ال جي دايركت درايف بيبقى من غير سير خالص، والموتور العادي خالص اللي موجود في بعض موديلات غسالات ال جي الفوق اوتوماتيك. شكرا جدا، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجه جديده.